اهلا ومرحبا بكم اعزائي المشاهدين، ونلتقيكم في حلقه جديده من برنامجكم 10 سكايب حديث عراقي. زياره البابا فرانسيس بابا الفاتيكان لابد من الحديث عنها، لانها تتعلق بسؤال كبير اهل العراق يعني يتناقلونه فيما بينهم. ما الذي يفعله البابا في بلد يدار من قبل الميليشيات؟ بلد هذه الميليشيات هي أول من هجر المسيحيين في العراق. كان عدد المسيحيين في العراق قبل عام 2003 نحو 2.5 مليون مسيحي، الآن لا يتجاوز عددهم 250 إلى 270 ألف نسمة فقط. كانوا في البصرة، يعني لهم يعني أعداد كبيرة في البصرة، وكانوا في بغداد العدد الكبير ايضا، ولهم اعداد في الموصل وفي غيرها من المدن العراقيه، وهم من سكان العراق الاصليين. تعايشوا وعاشوا مع اهل العراق كعراقيين، وكانوا يعني لونا جميلا من الوان هذا الشعب الجميل الرائع. لكن هذه الميليشيات في البصره وفي بغداد في غيرها من المناطق هجرتهم، استولت على أموالهم وعلى بيوتهم، قتلت الكثير من عندهم، خطفت الكثيرين، هددت الكثير، واضطروا إلى الهجرة. الآن المسيحيين العراقيين في أمريكا وفي أستراليا وفي هولندا وفي كل العالم مع الأسف الشديد. فالسؤال هنا يطرح، يعني يأتي بابا الفاتيكان اللي هو أعلى سلطة للمسيحيين في العالم، وهو رئيس جمهورية الفاتيكان أيضا، لذلك يعني زيارته ليست زيارة يعني معنوية ودينية مثل ما يقال فقط، لكنها زيارة سياسية. فالسؤال الذي يطرح نفسه، ما الذي يفعله بابا الفاتيكان يعني المسؤول الأول للمسيحيين، أعلى سلطة للمسيحيين، في بلد هجر المسيحيين، في بلد يقتل ناسه، يقتل شبابه، يقتل أهله، يثير الطائفية، في بلد نظام طائفي، محاصصات، الشعب يثور على الحكومات ثورات متتالية، ويخرج في الشوارع ويقتلوه بالرصاص، وآخر ثورة تشرين قتلوا أكثر من 1000 شاب وجرحوا أكثر من 30 ألف شاب، وما زالت الثورة في الناصرية اللي سيزور أور، اللي يقول أنها يعني ولادة نبينا إبراهيم عليه السلام في هذه المدينة. نعم، أبو الأنبياء إبراهيم عليه السلام كان هناك وولد هناك، لكن لم يكن الأجدر أن تزار البيت الذي أقامه نبينا إبراهيم وأولاده في الكعبة في مكة، الكعبة التي أقامها بأمر من الله. يعني هذا التعايش بين الأديان يقولون، يعني قالوا يعني هذا يعني الزيارة إلى مثل ما قال أحد المقربين من باب الفاتيكان، يعني قال الزيارة لها يعني أبعاد، خطوة، قال يعني مثلا خطوة باتجاه تثبيت نفسه رسولا للمتعبين، ولا يهتم بملاقات الأقوياء فقط. طيب إذا كان مهتم بزيارة المتعبين، نحن لسنا ضد زيارة الباب فرانسيس وضد زيارة أي أحد للعراق، لكن ما معناها؟ ماذا سيقول؟ ما هي الرسالة التي سيحملها؟ هذه ستعطي شرعية، ستعطي دفعا معنويا لهذه الميليشيات، لهذا الفكر التطرفي في العراق، لهذا الموت، لهذا الخراب اللي في العراق، 18 سنة من الخراب في العراق. قبله كان يعني سلفه البابا يوحنا بولس الثاني، قالوا انه سيزور العراق في عام 2000 عندما كان العراق تحت الحصار، كان أكثر من 1 مليون عراقي قد ماتوا بسبب نقص الدواء والغذاء، أكثر من 500,000 طفل منهم من الأطفال يعني ماتوا، وكانت الزيارة معدة لهذا السبب ورفضت في حينها. الآن يقولون أن النظام السابق، دعنا من النظام السابق، النظام السابق لم يوافق بسبب ظروف الحصار، لم الحقيقة كانت أوامر أمريكية منعت زيارته. الآن الضوء الأخضر يأتي، أمريكا توافق والدول الغربية توافق على زيارة البابا، مع أنه العراق واحد من أكثر 10 بلدان خطورة في العالم. كل الدول والأمم المتحدة وكل المنظمات تقول العراق بلد خطر،
بلد فوضى، الصواريخ تضرب على المنطقة الخضراء، مقر الحكومة وعلى السفارات، الخطف في الشوارع والقتل والدماء والفساد والخراب. ماذا يفعل بابا الفاتيكان في العراق؟ هذه يأتي للحج، يذهب إلى مكة ليؤجل هذه الزيارة بعد أن تنتهي هذه الغمة عن العراق. ماذا سيكون؟ ماذا سيقول يعني عن البلد الذي هجر المسيحيين اللي هم أتباعه؟ يقولون أن المسيحيين يشجعونه على الذهاب، كيف يشجعون على الذهاب وهم قد هجروا وسلبت أموالهم وسلبت بيوتهم وسلبت ممتلكاتهم في بغداد وفي البصرة وفي غيرها؟ أول من بدأوا الميليشيات، أول من بدأ في تهجير المسيحيين من البصرة، هذه البصرة الجميلة اللي كان بها المسيحيين لون مميز من ألوان هذا الشعب العريق، الشعب العراقي الجميل الرائع، هجروهم. فماذا يفعل بابا الفاتيكان في هذه الجهة؟ يعني قالوا انه يعني سيقف ضد يعني يؤازر سكان المناطق المحرره بسبب المصاعب التي واجهتهم، خاصه سكان سهل نينوى. يعني لم نسمع عن البابا فرانسيس اللي تولى مهام عام 2013، مهام يعني كأعلى سلطه في الفاتيكان ورئيس للفاتيكان، رئيس جمهوريه الفاتيكان. يعني لم نرى له ادانه لتدبير المدن العراقيه، لهذه الصواريخ والقنابل التي رميت على البيوت. لحد الان الموصل الجثث، مئات بالالاف الجثث الان تحت الانقاض، من ابرياء، ناس ابرياء، اطفال ونساء وعجزه، ظلوا تحت البيوت لحد الان لم تخرج جثثهم من تحت الانقاض. ماذا يقول عنهم؟ هذه المدن التي تهدمت بدواعي محاربه الارهاب، كانوا يقولون انه عدد داعش لا يزيد عن 5000 الى 6000 شخص في مدينه فيها 3 ملايين شخص، وتقصف المدينه بهذه القسوه. يعني هذه الموصل، سهل الموصل واللي فيه المسيحيين، قصفت ودمرت. يقولون انه يعني هو جاء يعني لكي يعني في عقاب الاعمال الارهابيه، يدين الاعمال الارهابيه التي نفذتها عناصر داعش في ذلك الوقت، هو فقط داعش التي نفذت اعمال الارهابيه. ما هو البلد مبتلى بالارهاب؟ وماذا عن الميليشيات؟ ماذا عن العصابات؟ ماذا عن الحكومات هذه الفاسده المخربه التي دمرت العراق؟ الزياره الحقيقه يعني لا ليست زياره لتعزيز الامن والسلم المجتمعي وحوار الاديان مثل ما يقولون. كيف يمكن هذا في بلد بهذا الخراب وهذا الدمار الحقيقه؟ بلد تحكم الميليشيات ويحكم الفساد وتحكم ايران، وبلد مسلوب الاراده والسياده الحقيقه. هذه الزياره بغض النظر عن كل مظاهرها التي جرت وتجري، لكن تبقى هذه الزياره يعني تثير علامات استفهام كثيره الحقيقه، وهي زياره سياسيه. ومهما قالوا ومهما فعلوا فهي تعطي شرعيه لناس لا يستحقون الشرعيه، شعبهم اسقط عنهم الشرعيه، وقد اسقطوا عن نفسهم الشرعيه بفسادهم، بقتلهم، بتدميرهم، بخرابهم، ادوات للخراب والتدمير طوال 18 سنه. وياتي بابا الفاتيكان اعلى سلطه للمسيحيين في العالم، ياتي لزياره هذا البلد. نعم هو يقول لحج يعني مكان ولاده نبينا ابراهيم عليه السلام، لكن هذا لا يعني أن الزيارة ليست سياسية وليست فيها معاني تخدم هؤلاء، لذلك يعني زخرفوها بكثير من الشعارات وفعلوا ما فعلوا لكي تظهر الزيارة وكأنها نصر لهم. مع الأسف الشديد هذا ما يحصل، وهذه صورة الزيارة. مهما قالوا ومهما فعلوا هذه حقيقة الزيارة. أترككم بخير، وقت هذه الحلقة قد انتهى، ألتقيكم في حلقة أخرى إن شاء الله. إلى ذلك الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم. We'll be right back.